الحال كانت امبارح معانا الأستاذة حنان الشفاعة الناقدة الرياضية من المغرب، هي معانا النهاردة علشان لازم تكون معانا عشان نقول لها ألف مبروك. أستاذة حنان صباح الخير وألف ألف مبروك، ومن قلبنا بجد سعداء وبنهنيكم، وخليني أقول فوز بس كان غير متوقع، بس الحمد لله إن هو حصل ورد على يعني زي ما بتقال كده انتقادات كتيرة جدا أو كلام ما كانش ليه لازمة تماما كنا بنسمعه قبل يعني المباراة. ألف مبروك على حضرتك. صباح الخير زميلتي سهى، صباح الخير سهان، عفوا صباح الخير زميلي كريم، ومبروك الفوز لكل العرب وكل المغاربه، ونهديو بدورنا لشعبنا المصري الشقيق اللي ساند المنتخب الوطني. بالعكس الفوز كان بالنسبه لنا احنا هنا في المغرب كان فوزا متوقعا، لاننا كنا نثق في الناخب الوطني وليد الركراكي، قلتها لكم بالامس على قناه الاهلي لو تتذكرين، قلت ان للناخب الوطني من الامكانيات التقنيه وكذلك البشريه ما يخول له الفوز على منتخب بلجيكا، خاصه بوجود نجوم كبار. شفنا بالامس كيفاش تالقوا حكيم زياش، اشرف حكيمي، المصاب نصير المصراوي، وحتى البدلاء كان الحل والفرج والمفتاح من البدلاء. ونقولها دائما ان الشوط الاول للاعبين والشوط الثاني شوط المدربين، وبالفعل وليد الركراكي اكد انه مدرب من طينه المدربين الكبار ويستحق فرصته في تدريب المنتخب الوطني. كيف قلب الطاوله في الشوط الثاني بالبدلاء، بالصابيري، عفوا بالصابيري، بابو خلال، بعطية الله، باليامق، استطاع بحمد الله استطاع أن يسجل هدفي الفوز والانتصار التاريخي الذي كنا في حاجة ماسة إليه. فمنذ مونديال 2002 المنتخب الوطني لم يسجل انتصار، وبالأمس كانت فرحة ليس فقط مغربية ولكن كانت عربية. قلت لكم بالأمس، قلت بأن وليد الركراكي بعث رسائل الإطمئنان، ونحن نثق في خطاب وليد الركراكي ونثق في لهجته ونثق في تفاؤله. كنت أعرف أو أشم رائحة الانتصار، هو مدرب حماسي، قلت لكم بالأمس مدرب حماسي يعرف كيف يحفز الأسود، والحمد لله ونتفق جميعا أن المنتخب الوطني يضم أسماء كبيرة، أسماء تلعب دوريات أوروبية كبيرة وتلعب وطنية كبيرة، والأكيد كان سيكون الفوز في المباراة الأولى كان التعادل مع وصيف بطل العالم، في المباراة الثانية كان الفوز على المصنف ثانيا عالميا، والمنتخب الوطني عبد الطريق نحو المونديال. تنتظر مباراة ثالثة وهي فاصلة من أجل تكرار إنجاز منتخب 86 والتأهل إن شاء الله إلى الدور الثاني بناخب وطني هو ابن البلد وليد الركراكي، الذي له كل التحية وكل الدعم وكل ثقة من الأنصار المغربية وكذلك العربية. كويس جدا، أنا كلامي أنا هوضحه أكتر أستاذة حنان، حضرتك يمكن ما فهمتنيش، أنا بقول مش غير متوقع لينا إحنا، كان غير متوقع لناس كتيرة، ولو حضرتك تابعتي ردود الأفعال قبل الماتش كنت هتلاقي إن ناس كتيره كانت متوقعه طبعا فوز بلجيكا، زي الحال بالظبط لما كان وقت على فكره الوديه بين مصر وبلجيكا، ناس كتيره كانت بتقول لك اكيد البلجيكا الفريق او المنتخب البلجيكي هو اللي هيفوز. فعشان كده انا كنت بقول لحضرتك احنا بالمباراه ردينا على الناس اللي هي كانت بتتوقع او كانت بتقلل في العموم من المنتخبات العربيه، وده شيء احنا اعتقد على الارض يعني هو اكبر دليل. فدي نقطه بس حبيت اوضحها لحضرتك، بس في العموم انا سعيده باكيد زي كل العرب، واكيد حضرتك كلنا سعداء بالمنتخبات العربيه اللي بتشارك، سواء دلوقتي السعوديه والمغرب متالقين جدا. خليني بقى اعرف من حضرتك كمان ردود الافعال وفي الصحافه وفي الاعلام وفي اللي جاي، لان احنا لسه عندنا، وانا هقول احنا كاننا المغرب يعني احنا لسه عندنا شوط طبعا احنا عندنا لسه شوط كبير جدا، خلينا او طمنينا على كمان المباريات اللي جايه باذن الله. والله زميلتي سهان انا فهمت سؤالك، وعرفت انك تقصدي انتقادات موجهه للمنتخبات العربيه، واعتقد في دايره المنتخب السعودي لما اوقف ليونيل ميسي وفاز على الارجنتين، فهمت تماما وأعرف انك وجميع قناه الاهلي وكذلك جميع المصريين ساندين المنتخب المغربي. أكيد أن كانت فرحة كبيرة وفرحة عارمة هنا في المغرب، والشعب خرج قلت كان متعطش للانتصار المونديالي. من 1990 لم ينتصر المنتخب المغربي من جيل صلاح الدين بصير، اليوم جيل المرابط وكذلك
زياش ربط مجد الماضي بمجد فرحه، نقول فرحه لان المجد لم يحقق بعد، ننتظر ان يربط مجد زياش وحكيمي ونصير وعطيه الله بمجد جيل التيمومي وكذلك خيري وعزيز بودربالة وبادو الزكي. كانت فرحة عارمة كما قلت لك أن الجمهور خرج إلى الشوارع واحتفل بانتصار التاريخي، دعنا نقول أنه تاريخي، على المنتخب البلجيكي في المونديال. ولكن وليد الركراكي المدرب وليد الركراكي قال بالحرف بالأمس في المؤتمر الصحفي الجمهور له الحق في الفرح، الجمهور له الحق في الخروج الى الشوارع، لكن نحن سنطوي سريعا صفحه المنتخب البلجيكي ونركز ونستعد لمباراه كندا، لان هي مباراه الحفل القالب المغربيه مازال ما درنا والو، بمعنى ما زلنا لم نفعل شيء. كويس. على فكره دي من دايما من 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 اسرار النجاح، فكرة ان طوي الصفحة سريعا وعدم الاسهاب في الاحتفال، دي دايما من صحيح. من عناصر النجاح لاي منتخب ولاي فريق في الدنيا. مرة تانية واخيرة اكيد بنحيي حضرتك وبنهني كل شعب المغرب، وعلى فكرة انتوا رفعتوا سقف التوقعات والطموح اللي موجود عند كل مواطن مغربي موجود زيه في كل دولة عربية. احنا عايزين نشوف المغرب يعني بتصعد ثم تصعد، ونتمنى ان هي تكون طرف باي حال من الاحوال في المربع الذهبي ان شاء الله، يعني شيء يسعدنا جدا ويشرفنا. مليون مبروك يا فندم. شكرا كريم، وشكرا لكل قناه الاهلي، وانتم على عراسنا وتاج راسنا، وان شاء الله ربنا يخليك المغربي السعودي حتى التونسي يا رب ان شاء الله الى يشرف كل العرب. أكيد. وننتظر في المونديال المقبل منتخبنا الكبير، منتخبنا صاحب الالقاب الافريقيه، المنتخب المصري الشقيق باذن الله. نشكرك زميلتنا العزيزه الاستاذه حنان الشفاع النقيده الرياضيه من المغرب تحديدا.